ده مش نكد، ده مش حزن، دي تجربة الدنيا. يعني هي دي الإنسانية بجد، إن الواحد يفتكر إنه في أصعب لحظاته ممكن يلاقي الفرج، في 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 أضيق الأوقات الفكرة الصح هي اللي تجيله. بالعكس جوزي اتكلمك بقى وقال لك ايه؟ هي ما كانتش ما ولا هو كان بيعيط ولا انا بعيط، هي بالعكس كان عاقل جدا وانا عادي. يعني انا كنت طول الفتره وهو هناك ما بحاولش انقل له الحزن بقى اللي انا عايشاه هنا. يعني انا كان مجرد ان هو بيعمل كده ده تعبني. انت كنت زعلانه ان هو مش بيعمل الحاجه اللي بيحبها؟ هلا وانت بتحبيه من امتى بقى يا نسرين؟ لا ده صدفه، اتجوزنا صدفه والله. يعني كسرت الحاله الرومانسيه اللي الناس قاعداها دلوقتي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا صاحبي عديلي، يعني احنا الاثنين متجوزين اثنين بنات اخوات، فمن هنا تعرف عادي، ولكن تحول يعني من جهتي لحب كبير. ما اعرفش ظروفها ايه، ما تعرفش ظروفها ايه، مش مصدق هي بتحبني ليه بصراحه. حاجه غريبه والله. ربنا هو اللي بيألف القلوب طبعا. لا هو سر من اسرار ربنا. نعم. انه يخلق الحب ده، الساحر ده، المعجزه دي ونعيش بيه. بالظبط. هو فانت كنت قاعده يا عيني زعلانه ان هو مش سعيد ومش راضيه تتكلمي. يعني انا مش بحب افتكر الفتره دي، لاني بحس انا السبب في المسؤوليه اللي انا حطيتها عليه وقتها، هي اللي خليته يعمل كده، ساب حلمه وساب كل حاجه بيحبها. وهو يعني كان عايش هناك فعلا متعذب، مش حابب خالص اي حاجه هناك، ولا الشغل ولا الدنيا ولا اي حاجه خالص. فكان احساسي ان انا السبب، فعشان كده مش بحب افتكر الفتره دي خالص. طب ولما قال لك بقى انا جاي انت كان من باب الجدعنه والاصول والزوجه، ولا انت كنت بجد مستعده انك يعني تضحي بحاجات كتيره جدا؟ بجد، لان هو اصلا بعد ما رجع كانت، يعني هي المعاناه ابتدت بعد ما رجع. كان في ايام بعديها اصعب بكتير بقى من وجوده هناك. قعدنا فتره ما فيش شغل طبعا، واتعرضتي بقى لمواقف كتير، عرفتي مين اللي وقف جنبك مين اللي ما وقفش جنبك. كانت الليل اللي بعد كده هو اللي كان اصعب. مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر، وقلبي ده احساس بغربه البشر. مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر، وقلبي تايه احساس بغربة من البشر. وانا وحدي بمشي في سكتي، عمري ما عافر بنتصر، بقى عزمتي بتنكسر، اقف واكمل خطوتي. وحشني صور اهد وهد، احساس بجد باني هوصل من غير ما قد يساعد حد. مشوار طويل مشوار طويل.